بروح الزاوية ثانية بعد يعني التبريك للهلال بهذه الصفقة. أنا بروح الجمهور الشباب بعد يعني بعد إذنكم، اللي كل مع كل صفقة يتفاجئون. يعني أنا طبعا ما عشت مع الشباب من انولدت وأنا مع النادي. تخيل أن من 99 إلى اليوم 25 سنة، من صفقة مرزوق العتيبي إلى صفقة متعب، كل الإدارات هذه باعت لعيبة أو باعت عقود لعيبة. كل الإدارات اللي مرت على نادي الشباب باعت لعيبة، ما في رئيس نادي مر على الشباب ما باع لاعب من صفقة مرزوق. طيب. مرزوق، عبد اللطيف الغنام، رضا تكر، عبد الله الواكد، ناصر الشمراني، حتى صرنا نبيع جانب إيقال وكله. طيب. العويس، مع كل صفقة يظهر الجمهور الشبابي، حسان تنبكتي، يظهر الجمهور الشبابي زعلان للتفريط بمكتسبات النادي. يعني خلاص أنت أعرف أنه نادي الشباب ما عنده موارد مالية، نادي الشباب الالتزامات اللي عليه أكثر من المداخيل اللي عنده، فما عنده حل إلا أنه يبيع لعيب. طيب شو يسوي نادي يعني اللي قاعد يلومه من إدارة الشباب؟ يعني أنا رئيس نادي الشباب ما عندي رعايات ولا عندي دعم، ولجنة الاستقطابات قالت مالك ولا ريال، هذا هو يجيب لعيبة. ما أنا أقول يعني مبلغ زي هذا على قولتك أنت، إذا صحت الأرقام 130 مليون هذا عقد رعاية. فأنا أقول أن الجمهور الشبابي اللي يعتب على مجلس الإدارة أيا كان، مو بس محمد المنجم، يعني مو معقولة أنك لك 25 سنة في كل سنتين ينباع لك لاعب وتكون ردة فعلك المفروض خلاص يصير عندك تعود أنه هذا واقعك. نادي الشباب نادي ما عنده داعم، ما عنده شخص مثل الوليد بن طلال، ما عنده رعايات، ما عنده شركة راعية أو شركة تستحوذ عليه، فما عنده إلا أنه يبيع لعيبته لأن مصاريفه أكثر من مداخيله. طيب. تعتب، تزعل، تحزن، صح معك حق، لكن هذا هو الواقع اللي يجب أن تتعايش معه. هذا هو الواقع اللي يجب. كلنا زعلانين كشبابيين على بيعة عقد متعب، وبيعة عقد حسان، وبيعة عقد إيقال، وبيعة عقد ناصر الشمراني، وبيعة عقد كله من مرزوق العتيبي، لكن هذا واقعنا، لازم نتعايش معه. مصاريفنا أكثر من مداخيلنا، ولا عندنا أحد يقدر يغطي هالجاب إلا ببيع اللعيبة. فأنا أقول للشبابيين تعايشوا مع هذا الوضع، وهذا قدركم إلى أن يقيض الله لكم شخص يدعم أو شركة تستحوذ على النادي.